كل واحد فينا كيدير بزاف ديال الحوايج في الحياة ديالو، كيشري أو كيكري دار، كيشري طوموبيل، كيسافر، كيخدم في شركته أو بوحدو أو كأجير، كيزاول شي هواية، وبهاد الأشياء كيكون معرض لا قدر الله لبزاف ديال الحوادث أو المشاكل اللي تقدر تأثر عليه مباشرة أو على الناس اللي معاه. وهنا فين كتجلى أهمية التأمين اللي كتحميه ماديا وقانونيا. أنواع التأمين مختلفة بزاف، حيتاش كل واحد فينا عنده المتطلبات ديالو وخاصيات مميزة للنشاط اللي كيزاول. وسيط التأمين بحال ألفا أسورانس كتساعدك على اختيار التأمين المناسب لك اللي كيراعي احتياجاتك وميزانيتك. فاش كتمشي عند ألفا أسورانس كيقوم العامل بطرح أسئلة دقيقة عليك وعلى الاحتياجات ديالك، وبهاد المعلومات كيقترح عليك التأمين الأفضل لك من بين عشرات العروض. دور ديال ألفا أسورانس ما كيتسالاش هنا، بالعكس فهي كتبقى دائما صلة وصل بينك وبين شركة التأمين. إلا درتي شي حادث هي اللي كتكلف لك بكل المصادر الإدارية في ملف تأمينك، كتبع المراحل في بلاستك، وكتنصحك فاش كيكون عندك بزاف ديال الاختيارات. اللي مزيان مع ألفا أسورانس هو أنك واخا يكون عندك عقود مع بزاف ديال شركات التأمين، كتبقى ألفا أسورانس هي المتحدث الوحيد ديالك، وهكذا بل كيبقى هاني حيتاش عارف راسك غادي تكون دائما بين أيدي آمنة.